الخير واهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا طبعا عم بتتابعونا. كل عام وانتم بالف خير، وبدايه بنحب نعيد على زملائنا اللي موجودين باستديوهات رؤيا وايضا على جميع متابعينا، وايضا كمان بنحب نعيد على رؤيا. كل عام ورؤيا هي دائما الافضل والانجح والاميز. احنا موجودين هلا معاكم بفندق الماريوت بعمان طبعا لحتى ننقل لكم اكثر اجواء راس السنه من فندق الماريوت. طبعا مشكورين اللي استضافونا، وايضا حابين نحكي لكم ايش توقعات الابراج وايضا شو هي التوقعات السياسيه سواء المحليه او العربيه والدوليه والعالميه. واكيد لما نحكي عن التوقعات المستقبليه دائما نتذكر زميلنا عبود. عبود مساء الخير. مساء النور ميس، وكل عام والجميع بخير، وان شاء الله سنه رائعة على الجميع، وكل سنة وهم مسلمين رؤية وموظفين رؤية، وإن شاء الله دائما هيك إلى الأمام. سنة جديدة 2015 حتكون معنا، وتوقعات جديدة مختلفة جدا عن 2014 وال 2013 إن شاء الله دائما يكون للأفضل للإيجابية الأحسن. يعني إذا زي ما حكينا عم نحكي على المستوى المحلي أو على مستوى الدول العربية، نتفائل دائما بالخير. طيب إذن عبود، يعني إحنا بما أنه بدنا نتحدث عن توقعات الأبراج دائما بكل نهاية سنة، أنا والزملاء برؤيا وأكيد يعني كل الأشخاص المهتمين يعرفوا حظوظهم للعام المقبل، أكيد بنكون عم نستنى كتاب عبود لعام لنهاية العام، وإحنا طبعاً عم نستنى هاي السنة لعام 2015، لأنه زي ما حكينا إحنا بنهاية كل سنة بنكون متعودين على إطلاقك لكتابك الجديد. فبدي أبارك لك بكتابك التحدي، وقبل ما نبلش هيك سريعاً، ديش اسمه التحدي؟ مين عم نتحدى هاي السنة؟ إحنا ما منتحدى، ولكن هي سنة تحدي لأنها هي سنة فاصلة، خلينا نحكي بين اللي مر علينا من 2011 ل 2014، وهي سنة بتغير فيها المعطيات. طبعا احنا يعني بنركز بالمعطيات، بنركز مثلا على زحل، على المشتري، على الكواكب الرئيسية. فخلال 2015 حيكون في تغييرات كثير مهمة على الأمور بشكل عام، والتوقعات منها اللي هي تغييرات إلى الأفضل إن شاء الله. ولكن هاي السنة راح تكون الفيصل، كنت أسميها الفيصل بس لا، قلنا التحدي هيك بيكون غير، وإن شاء الله يعني تكون أفضل من السنوات الماضية. والتحدي حمل غير اسم الكتاب، حمل سنة القوس، لأنه بما أنه سنة القوس و أنت منهم ميس، هي سنة التحدي لإلهم، لأنه رح يلاحظوا في تغييرات كثير كبيرة وتحديات خلال هاي السنة إن شاء الله دائما يكون للأفضل، يعني سواء للقوس أو لغير القوس. طب قبل ما نتحدث عن كل برج بالتفصيل وشو رح تكون هيك التوقعات بشكل يمكن بنبذة قصيرة، والتفاصيل أكيد بلاقوها بكتابك التحدي، خلينا هيك نتحدث بشكل عام، مين هي الأبراج الأكثر حظاً ومين هي الأبراج اللي رح تكون أقل حظاً؟ أكيد القوس بتوقع الأقل حظاً، بس إنه مين الأكثر حظاً؟ هلا ميس، في الاكثر حظا والاقل حظا موزعين، يعني هاي السنه مش زي السنه الماضيه واللي اللي قبلها، في ناس بتشاركوا بنفس الحظوظ ونفس كمان سوء الحظ بنفس الوقت. ليه؟ لانه في تغييرات، مثلا زحل راح ينتقل للقوس، لكن راح يدخل القوس خلال فتره الصيف، فهذا راح يعمل هيك زي يعني استنشاق للقوس ليعطي شويه راحه. هذا رح يغير، لأنه رح يرجع على العقرب خلال فترة الصيف بين شهر 6 و9، فهذا رح يعطي القوس والميز، القوس والعذراء، الحوت والجوزاء اللي كانوا مضغوطين ببداية السنة وبآخرها، رح يعطيهم خلال فترة الصيف راحة ويعطيهم حظ. بالنسبة للعقرب والثور والأسد والدلو اللي كانوا متوترين أصلاً بالسنوات الماضية، هاي في عندهم سنة راحة، لكن برجع لهم هيك شوية إنه لا، بدك تحذر خلال فترة الصيف، في عندك سوء طالع خلال فترة الصيف. فهون يعني خلينا نحكي إنه إحنا ما حكينا إنه في أبراج كتير حظة عالي وكتير حظة واطي، في الأسد بس هو المتربع وهو أسد فعلاً رح يكون خلال 2015، فرح يكون هيك أجواءه ممتازة جدا، كل الحظوظ معه. ممكن هلأ شوي العيلة والصحة يضايقوه بثلاث أشهر بخلال فترة الصيف، لكن هذا ما رح يوقف الأجواء الإيجابية. فعشان هيك قلنا الأسد رح يكون في المرتبة الأولى، العذراء رح تكون بالمرتبة الثانية، بما أنه المشتري حيروح للعذراء بشهر آب أغسطس، فهذا رح يخلي العذراء بالصدارة بنهاية السنة. بالإضافة إنه قلنا لا، الميزان والجدي بما إنهم ما عندهم شغلات سلبية طول السنة ولا حتى إيجابيات رائعة، لكن هم بما إنه
no news good news، فخلال هاي السنة رح يكونوا هم بالمرتبة الثانية بالأكثر حظاً. الأسوأ حظاً مايس رح يكونوا مثلاً اللي هم القوس، لأنه عنده زحل رح يكون بثمان أشهر، بس شغلات إيجابية رح يكون كمان عنده القوس، يعني مش كله سلبي، يعني فيش كل واحد عنده إشي سلبي وبس وقبض، لا في ناس عنده سلبي وفي عنده إيجابي. فالقوس والجوزاء إحنا حطيناهم بآخر الترتيب كالأقل حظاً. الحوت يعني أعطانا أوكي ما في عندك شغل منيح، هلا رح نيجي بالتفاصيل طبعاً، لكن رح يكون عندك في حب، رح يكون في عندك زواج، في عندك حياة اجتماعية، ففي اختلافات. يعني هذا لازم يكون الأكثر حظاً إذا هيك أنا بقول. الحوت أهلا في البنات إنه رح يكون الأكثر حظاً بما إنه في ارتباط، لكن بجزء تاني يعني رح يكون مثلاً الدلو في عنده شغلات حلو وحب وارتباط كمان بأول السنة، لكن في شوية توتر بمنتصفها. مثلاً عندك حتى الثور كتير في اختلاف، ويعني الثور من الأشخاص اللي رح يحسوا إن 2015 جابت لهم تغييرات وتغييرات منيحة لإلهم، نظراً إنه زحل راح من بيت العاطفة إلا بفترة الصيف، فرح يحسوا باختلاف بالنفسية وأيضاً بالأجواء اللي حواليهم. طيب إذا نبلش هلأ بالترتيب للأبراج زي ما دائماً عودتنا عبودك، زي ما حكينا رح نعطي زي نبذة سريعة عن كل برج إيش رح تكون التوقعات بالنسبة له من كافة مجالات الحياة. منبلش طبعاً زي دائماً بأول برج وهو برج الحمل، شو رح تكون التوقعات بالنسبة للحمل؟ هلأ الحمل ماي صراحة أجواء منيحة، فيش إشي ضده، يعني زحل بالقوس أو بالعقرب ما بيأذوه، بالعكس ممكن زحل يفيده بالقوس ويعطيه شغلات إيجابية. نطلع على المشتري، المشتري موجود بالأسد والعذراء كمان بيفيده لمولود الحمل. بالنسبة لمولود الحمل ما في إشي مبين إنه في زي ما يقولوا هيت، يعني في شغلات رح تأثر كتير أو تغير كتير، بس هو رح يكون مثلاً عنده شغلات إيجابية، عنده حظوظ من فترة ثانية، ممكن كتواجد مثلاً الزهرة بفترتين من السنة بيساعدوا مولود الحمل الارتباط. ممكن الفترة الأولى اللي هي رح تكون مثلاً من 17-3 لتقريباً 10-4، الفترة الثانية ممكن تكون أيضاً بين 8-11 و4-12 هتكون مناسب للارتباط. عملياً الأجواء هذه ممكن فرصة لأنه يدخل بشراكة عملية بآخر 4 أشهر. صحياً ما في أي شد ضده، بالعكس الأمور مريحة عند مولود برج الحمل، لأنه يباشر أنه إذا بده يحسن بصحته بده يعمل عمليات تجميلية، بتعرف إحنا الستات بحبوا يعملوا عمليات تجميلية، فكسنة جيدة لعمليات تجميلية أيضا. وبنقدر نحكي لمولود برج الحمل إنه بالنسبة لأمورك الصحية هادية رايقة، عملية هادية، فبعتبر إنه سنة جيدة وإيجابية، لكن لسه ما وصل لأنه يوصل لدرجة ممتازة ورائعة. يعني قول هاي السنة سنتي لا ما بنحكي سنتي سنتك، بس راح يلاحظ أنه في تحسنات. الزحل بالقوس، المشتري في الأسد خلال أول 8 أشهر، هذا راح يساعد كتير مولود برج الحمل يعني بحياته مختلفة الأصعدة. بس خلينا نحكي أنه ممكن يكون في عنده هتب شغلة الحياة الاجتماعية، السفر راح يكونوا مميزين مولود الحمل، وخصوصا خلال 8 أشهر الأولى إن شاء الله. طيب دائما إحنا بننتقل من الحمل للبرج الثاني حتى نحكي عنه وهو برج التور، شو راح تكون الحظوظ بالنسبة لبرج التور؟ هلأ ميس كتور أو برج التور، خلينا نحكي إنه التور كان بيعاني بالسنتين الماضيات من مشاكل عاطفية ومشاكل اجتماعية أكثر، إشاعات، تراجع في الشعبية بين الناس. هلأ كل هذا راح يختفي بال 2015. كثير في عوامل رح تساعد، أولها وخروج زحل من بيت العاطفة من العقرب، أيضا وجود المشتري ببرج العذراء اللي هو برج ترابي وصديق لبرج التور. فخلال هاي السنة رح يكون وضع التور مميز، في أجواء إيجابية، في أجواء مميزة، وأيضا في شغلات هيك رح تساعد مولود التور ليتقدم، ليرجع أصدقائه، ليرجع أموره الاجتماعية. وأيضا في عنا كمان لمولود برج التور يعني بعض المفاجآت السارة، لكن بأول 8 أشهر رح يركز مولود برج التور على وضع العيلة. يعني كيف العيلة رح تكون من اهتمامه، ممكن إنه في حد جديد يدخل على العيلة، ممكن في شراء بيت جديد، نقلة لمحل، فلمحل آخر طبعا. فمولود التور خلال 8 أشهر الأولى رح يكون مركز على الأمور العائلية، الأمور الصحية أيضا كمولود برج الحمل، لكن الصحية بدرجة أكبر، رح يهتم أكثر بصحته مولود التور، ما رح يكون مهمل كالعادة. فسنته رح تكون إيجابية، لكن إحنا بنرجع بنقول فترة الصيف. هلأ فترة الصيف رح تكون شوي بين شهر يعني تقريبا من 14-6 و16-9 رح تكون حذرة، لأنه زحل رح يرجع لبيت العاطف والحياة الاجتماعية، ف
فمواليد يركزوا، مواليد 16 20 5 هم بس رح يتاثروا وبشكل مباشر من هذا التراجع، اللي هم اخر برج التور. فلما زحل يتراجع رح يتراجع للابراج اللي هي بتكون خلينا نحكي اللي بالاخر او بالمواليد اللي بالاخر البرج. فمواليد 16 ل 20 ايار هم رح يتاثروا بهذه التراجعات بالامور الاشياء العاطفيه، بالدراما العاطفيه مره ثانيه، بالاجواء الاجتماعيه المشحونه. ويعني بنقول لهم سوري، يعني هم فتره الصيف دائما هي الاكثر حياه اجتماعيه وزواج وارسال، فممكن هذا. بس بالبقية رح يكون أجواء منيحة وممتازة لمولد التور لإباشر أو يرجع لحياته الطبيعية حتى بعمله وبأموره الأخرى. ننتقل كمان لحتى نحكي عن الجوزاء، فلبرجهم الجوزاء كيف كمان رح يكون حظهم للسنة الجاي؟ هلأ برج الجوزاء، يعني أنا ممكن الاسم بالكتاب هو فشل عاطفي، هو كان يمكن رح يمسك الكتاب ويقول فشل عاطفي. ليش فشل عاطفي؟ رح تكئبه يعني. يعني كآبة هي، بس أنا بحب أكون صريح الصراحة أكثر شيء، لأنه أنت مش إنك بدك تكئبيه، بس أنت بدك تقولي له أنه احذر في فشل عاطفي قدامك، فبدك تدير بالك. هلأ كيف الفشل العاطفي؟ هي كل الأمور رح تكون مركزة عند مولود برج الجوزاء على الأمور العاطفية، خصوصا مواليد شهر 5، بس هم الأكثر تأثرا نظرا أنه زحر بس رح يأثر عليهم خلال هاي السنة 2015. فخلال 2015 بدنا نقول لمواليد العشر الأولى اهتم بأمورك العاطفية أو الزوجية، يعني الموجود بعلاقة أو بحالة زواج وفي عندهم أو دائما علاقتهم متوترة وضعيفة، ممكن تروح العلاقة خلال هاي السنة. إذا بيكونوا مثلاً بعلاقة قوية رح يكون في اضطرابات، بس رح يكون في نتيجة نهائية اللي هي نجاح العلاقة نظراً لأنه العلاقة ناجحة. فزحل رح يأثر مش بس على العاطفة، على الحياة الاجتماعية، فبدي يدير باله مولود الجوزاء على أموره الاجتماعية أيضاً. ممكن يكثر الكلام عليه، الإشاعات، ممكن يفقد بعض الأصدقاء خلال هاي السنة، فبدو ينتبه خصوصاً مواليد العشية الأولى. مش بس العاطفة والحياة الاجتماعية رح تكون مضغوطة وهاي بس هي سنة الجوزاء، لا في شغلات حلوة، يعني مثلا خلال 4 أشهر أو خلال 8 أشهر خلينا نبلشهم بالمشتري بالأسد، رح يكون في عنده نجاح دراسي منيح مولود الأسد لأسف الجوزاء، لمن هم على مقاعد الدراسة رح يكون في نتائج إيجابية كدراسيا، رح يكون في عندهم وضع منيح أفضل من السنوات الماضية. اللي بيجري معاملات هجرة سفر فيزا رح يكون في رح تكون فيها، فرح يكون في إشي منيح لإلهم خلال 8 أشهر، وخصوصا مواليد شهر 6 اللي هم حزيران يونيو. هلأ بآخر 4 أشهر ونتيجة انتقال المشتري للعذراء، هذا رح يؤدي إنه رح مولود الجوزاء يكون في عنده رغبة في تغيير بيته، رغبة في أنه يهتم أكثر بالبيت بالعيلة. ممكن في أشخاص من مولود الجوزاء متجوزين يحصلوا على بيبي جديد خلال 4 أشهر الأخيرة، خصوصا مواليد شهر 5. ففي إشي شوي صعب من مولود الجوزاء ما يسوى، في إشي منيح. فالصعب العاطفي بدك تحضر مولود الجوزاء على أمورك العاطفية، الصحة والعيلة راح تكون جيدة خلال آخر السنة، وأيضاً الدراسة راح يكون كمان الوضع مميز وجيد. طيب أنا هون بدي أقرأ إيش يعني هيك زي العناوين السريعة اللي حاططها. فأنت حاطط بي يعني بخلفية الكتاب إنه السرطان استقرار وهدوء، فشو بالنسبة للسرطان؟ هلأ بالنسبة للسرطان يعني سنته رح تكون مميزة، يعني فيش إشي ضده، بالعكس الأمور كلها قاعدة بتوقف معه مولود السرطان، وخصوصا على الناحية في عنده ناحية المالية. يعني كثير ناس بتهتم بالمال ومش دائما في عندك سنة مالية ما يثبت مر عليك، فالمشتري اللي زال موجود ببيت المال حتى شهر 8 رح يدعم مولود السرطان ماليا، رح يكون في عنده أجواء مالية جيدة، أجواء مالية مريحة لإله، فيحاول يستغل أول 8 أشهر بقنص بعض الأموال، خصوصا أنه مش بس المشتري ببيت المال، رح تكون كمان الزهرة، والزهرة رح تقعد بالأسد خلال هاي السنة بفترة استثنائية أو كاستثنائيا 3 أشهر، فهذا رح يؤدي كمان لمصاري لمولود السرطان حتى 18 حتى تقريبا 18. فكأول 10 أشهر مولود السرطان رح هيك تدلل بالمصاري،
أموره الدراسية رح تكون كمان جيدة لأنهم على المقاعد الدراسية كمان. اللي بده يسافر من ولد السرطان في عنده سفر كثير خلال الأربع أشهر الأولى بين شهر 8 و12 نظرا لوجود المشتري ببرج العذراء. فبنحكي لمولود السرطان فيش إشي سلبي عندك مولود السرطان، يعني أمورك جيدة ماليا، خلينا نحكي نقول دراسيا، سفر، ممكن العمل هو هادي، فيش تغييرات مهمة، ممكن تكون في فرصة واحدة اللي هي بـ 17/3 و10/4 لتغيير العمل، لكن غير هيك ما في شيء. ولكن زحل شوي بوجوده بالقوس ممكن لازم على مواليد شهر حزيران أو شهر 6 بدير بالهم بس على صحتهم شوي خلال هاي السنة، لكن مش هالإشي اللي خلينا نحكي المهم. يعني مرات الواحد بحس إنه مش غلط تمرق عليه سنة يكون فيها استقرار وهدوء، يعني مش ضروري كتير يصير تغيرات يعني في على كلهم. كل حدا بتوقع إنه سنة، يعني دائما التوقعات لأي حدا إنه بدي سنة جديدة، سنة مليانة مفاجأة شيء. هلا كل واحد بحب يتفائل وهذا إشي كتير حلو يتفائل، بس إنه دائما بتيجي سنوات هذه مش دائما بتكون في سنوات يعني مميزة. لكن هلا إذا إحنا مثلاً انتقلنا من السرطان اللي هو إنه سرطان سنة استقرار وهدوء، من دراسة وضعها ممتاز لسفر كثير لمال وفير وعمل هادي وعاطفة مع على فكرة العاطفة معدومة عند مولود السرطان خلال 2015. خليه يرتاح استقرار. هو كثير عاطفي لأنه بتضايق من هذا الموضوع. فك 2015 ما في زهرة تزور بيت العاطفة، راح تكون وضع العاطفي كتير ستيبل وأقل من الاستقرار. فزي ما حكينا السرطان ميس راح يكون سنة استقرار وهدوء، بعكس الأسد اللي كتير راح يتوقع شغلات غير متوقعة أو ما راح يتوقع شغلات متوقعة، والعكس صحيح. أنا هون عم بقرأ عن الأسد، يعني إحنا عم نقول إنه الأسد ب 2015 يمكن هم راح يكونوا الأكثر حظاً بين الأبراج، وكاتب حظوظ لن تتكرر، يعني لازم يستغلها ب 2015. شو وضعهم؟ هلا 2015 بالنسبة للأسد حظوظ لن تتكرر، يعني لأنه في كتير شغلات إيجابية. هلا لو إمنا زحل موجود خلال فترة الصيف 3 أشهر ببيت الصحة والعيلة المولود برج الأسد، واللي يأثر رح يأثر بس على مواليد 18/22/8، رح نشوف إنه السنة ما تبقى من السنة سنة رائعة. يعني المشتري 8 أشهر عندك ببرجك مولود الأسد، يعني هذا خصوصا لمواليد 4/22/8، يعني يستغلوا هاي السنة رح تكون فيها فرص للتغيير، فرص ذهبية، نحكي فرص ذهبية يعني ذهبية لن تتكرر. فبدو الأسد يشتغل بهالسنة سنة رائعة من الحظوظ، من الأخبار الجيدة، من الأحداث الممكن تكون لصالحه، نطاق العمل بأول 8 أشهر، إلى المشتري رح ينتقل لبيت المال بآخر 4 أشهر. هذا رح يخلي الأوضاع المالية ممتازة مولود الأسد، رح يحس كل اللي تعبه واشتغل عليه بال2014 وال2015 وبدايتها إجاله بنهاية 2015. إلى أيضا غير المشتري، هذا مشتري لحاله كامل، رح نروح للزهرة. الزهرة رح تكون بالأسد خلال هاي السنة 3 أشهر، يعني هي ما بتقعد 3 أشهر، هي بتقعد تقريبا 21 يوم بكل برج، عشان هيك حظه مش طبيعي. هلا رح تقعد في 3 أشهر، اول مره رح تكون من 5/6 ل 18/7 كشهر وتقريبا 13 يوم، ومره ثانيه رح تقعد من 31/7 ل 8/10، فاكثر من 3 أشهر رح تقعد ببرج الاسد. فهذا رح تعطيه فرص للارتباط، لدخول بعلاقه جديده، لحياه اجتماعيه مسليه ولجاذبيه عاليه. فاذا بنطلع على مولود الاسد هيك ككل، من عمل ممتاز لمال فيه لعاطفة فيه، يعني ما إيش ناقصه، بس قلنا منقول إنه العاطفة يعني إذا يمنع للعيلة والصحة شوي على اليمين خلال فترة الصيف 3 أشهر، فأنت وضعك يعني ممتاز جدا مولود الأسد. حظوظ لن تتكرر 2015، فيحاول يستغلها خصوصا مواليد 4/22/8، هدول الأكثر خطر. عبود ننتقل من الأسد إلى العذراء. العذراء منقولهم الفرج، وإنت عم بتقولهم بالكتاب الفرج، فشو موضوع الفرج بالنسبة للعذراء؟ هلأ الفرج ميس هي سنة بنتظرها العذراء. دائما أي برج بجيله المشتري كتير بحب إنه خلينا نحكي يستغلوا أو هيك في تغييرات. مولود العذراء له فترة طويلة ما تغيرت عليه الدنيا، أو لسه الأمور موقفة معه. في ناس منهم من 2010 لسه واقفة معه الحياة، أو مش بتغير على أي شيء. هاي 2015 هتيجي فيها تغييرات مهمة، وأهمها على النطاق العملي، على نطاق الحياة، على حياته الاجتماعية. هلأ ممكن أول 8 أشهر تكون هادية وما في رايقة،
لكن بأربعة أشهر راح يكون عند مواليد شهر 8 وخصوصا مواليد شهر آب أغسطس راح يكون في عنده تغييرات كتير كبيرة نظرا لأنه المشتري راح يزور برج الأعداء من 11/8 وحتى نهاية السنة. فراح يكون في تغييرات مهمة، تغييرات إيجابية، أحداث راح تكون لصالح مولود برج العذراء. مش بس المشتري بيأثر على العمل، بيأثر على الأمور الاجتماعية الحياتية، انبساطك، فرحك الداخلي. فمولود العذراء راح يكون بآخر أربعة أشهر وضعه كتير أحسن من أول 8 أشهر، لكن بدنا نقول له في شغلة صغيرة. زحل بالقوس راح يوتره، راح يوتر صحته، بده ينتبه مولود العذراء على صحته، بده يحاول يريحها. إذا تعب بده يروح يشوف الدكتور، ما بده أجل بالراكم. كمان بالنسبة للأمور العائلية راح تكون مهمة عنده خلال هاي السنة، ممكن مشكلة إرث، ممكن قضاء داخل العيلة. هلأ مش العيلة بس، البيت ممكن مع العموم، مع الإخوال، مع العم، حسب يعني، هو إشي أكبر من بيتك اللي أنت موجود فيه. فبدك تحضر على أمورك العائلية مولود برج العذراء وتحاول هيك تركز اهتمامك على آخر أربعة أشهر. إذا ضبطت آخر أربعة أشهر هيك راح تكون تفرج، فأول 8 أشهر عادي، خليهم هاي استعداد راح يكون له. وغير هيك مولود العذراء الزهرة راح تتواجد عنده خلال هاي السنة كمان استثنائيا شهر ونص، فيحاول يستغلها كمان ببعض الأمور العاطفية. يعني راح نلاحظ إنه أفضل فترات العاطفية مع مولود برج العذراء راح تكون من تقريبا بين 27/1 و20/2، والفرصة الثانية راح تكون بين 18 و31/7، والفرصة الثالثة للارتباط بين 8/10 ل8/11. يعني في أمور هيك كمان جيدة مولود برج العذراء وحركة راح تأثر عليه خلال 2015، ويستنى سنة الفرج راح تستمر بال 2016 تقريبا لشهر 9. حلو، محظوظ يعني برضو راح يكون. طيب من العذراء بننتقل للميزان، والميزان مكتوب بكتاب التحدي إنه ترتيب أوراق. شو ترتيب؟ شو أوراق؟ شو هلأ كل واحد بالحياة بحب أنه يرتب أوراقه لفترة من الفترات. هلأ مولود الميزان حكيناه بالبداية أنه هو والجدي ما رح يكون في اختلافات واسعة، أو ما رح يكون في تغييرات كتير مهمة خلال 2015، بس يرتب أوراقه أنه سنة هادية قبل ما يجي المشتري بال 2016. يعني كمان الميزان أوضاعه كانت صعبة من 2009، فما في تحركات كتير كبيرة. فإحنا بنحكي إلى مولود برج الميزان إنه هاي السنة أهم خبر إلك، أهم خبر إنه في فلوس. يعني الفلوس هذول رح يكونوا كتير مهمين على مولود برج الميزان خلال 2015، نظرا إنه زحل راح من بيت المال، فصار في تحسن على الأوضاع المالية. عمل لا يوجد تغيير مهم، كان في فرص خلال 2013 و2014، لكن خلال 2015 راح يكون شوية هادي الوضع العملي. عاطفيا في كمان فرصتين، اللي هو أثناء زيارة زحل لبرجه مولود الميزان وأيضا لبيت العاطفي ببرج الحمل، لكن هالفترات الصغيرة راح تمر ومش كتير مهمة. لكن الأهم عند مولود الميزان إنه رتب أوراقك خلال هاي السنة، استعد، فيش أي شيء ضدك، بالعكس الأمور المالية كمان راح تتحسن. فيش أي شيء ضدك، زحل الموجود ممكن بس بالقوس راح يوتر أمورك الدراسية. لمن هم على مقاعد الدراسة توجيهي جامعة وخصوصا المدرسة لازم يهتموا بدراستهم أكثر خلال هاي السنة وأيضا السنوات القادمة. وأيضا بسافر أو بسعى بمعاملة تيجة من مواليد برج الميزان، فراح نقول له أنه في ممكن تعطيلات خلال 2015، لكن غير هيك الأمور منيحة والأمور جيدة. إن شاء الله الأمور المادية تتحسن، وهي الأهم طبعا مولود الميزان إن شاء الله تتحسن خلال 2015. بس طبعا عودة زحل لبيت المال بفترة الصيف ممكن يرجع الأمور شوي لورا، فهذا بالمال طبعا، بس فبدي ينتبه بس بفترة الصيف انه يقلل مصاريفه قدر الامكان. يعني بس المشاكل بشكل عام لا تذكر بالنسبه يعني المشاكل عاديه جدا رايقه، والامور هذه كثير تكون عابره ان شاء الله. طيب من الميزان للعقرب، العقرب يعني اغلب الناس اللي بعرفهم عقرب يا حرام يا حرام ايش عم بيصير فيهم، بس ان شاء الله هلا هيك لحظه فرج. بس انت عم تكتب بالكتاب او كتبت انه العقرب هو تقدم وتراجع. تقدم بشو؟ تراجع بشو؟ هلا العقرب في عنده تقدم جيد راح يكون، اهم التقدم انه زحل باي باي، يعني اوكي هلا راح يرجع له بفتره الصيف ل 3 اشهر راح يكونوا بس المتاثرين فيه مواليد 18/22/11، لكن غير هيك ما في هالتاثيرات السلبيه اللي كانت. يعني مولود العقرب استوى 2013/2014، يعني خنقت عليه، مش قادر يتقدم، مش قادر يعمل اي شيء، مكتئب، قاعد بكبر الامور او تكبر الامور حواليها، فما كان محظوظ مولود العقرب، واخذ قرارات ممكن كانت ضده.
فخلال 2015 هيكون في تقدم نظرا. اول شغله زحل رح يطلع، اوكي فتره الصيف رح يرجع 3 اشهر رح يكون هذا إشي عادي، لكن غير هيك الامور انه المشتري موجود ببيت العمل، فمولود العقرب يستنى فرص مهمة وجيدة عن نطاق العمل ميس خلال هاي السنة، خصوصا بالثمان أشهر الأولى راح يكون في عنده أخبار عملية مفيدة، فرص ذهبية راح تكون رائعة جدا. فيحاول مولود برج العقرب أنه يستغل الفرص العملية، ما يقول لا، خصوصا إذا بنحكي على مواليد شهر 11 أو مواليد شهر 20 الثاني نوفمبر، فراح يكونوا الأكثر حظا عملية خلال هاي السنة. لكن الشغلة اللي عند مولود العقرب الممكن هلا، أهم شيء راحة البال، أهم شيء أنه يكون واحد مرتاح باله وما في شيء. لكن المشكلة في مصاري، مال عنده مشكلة مولود العقرب 2015، زحل اللي راح من عنده إجا لبيت المال، فهذا رح يوتر وضعه المالي، رح يرجعه لورا، رح يخلي ممكن مش كتير قاعد برتاح بصرفه. ولكن ممكن في بعض مواليد برج العقرب ممكن يدخلوا على تجارة جديدة، يدخلوا ب شراكة جديدة، فممكن يصرفوا مصاري أو يحطوا مصاري أو يشتروا بيت جديد، فهذا ممكن يخلي التقل عليهم بالنسبة للوضع المالي خلال 2015. وضع عاطفي، ما في مشاكل مع شريك حياته مولود العقرب، لكن الوضع هذا ما فيش فرص كتير جديدة. وبدنا نحكي لمولود برج العقرب بالنسبة لوضعه الاجتماعي أفضل، برجع لوضعه الطبيعي مع الناس اللي حواليه، وإذا الصحة رح تتحسن أيضا مع خروج زحل، وما في أي شيء إن شاء الله ضد مولود العقرب. فبنقول له تقدم وتراجع، تراجع بس بفترة الصيف، فما يقلق، سنته منيحة ورح يلاحظ الفرق عن السنوات الماضية. يعني بالضبط أنا بدي أقول إذا بده يقارن بالسنوات الماضية بده يقول الحمد لله على سنة 2015 يعني. طيب ننتقل للقوس. القوس هو اللي حمل اسم الكتاب مسميه التحدي بالنسبة للقوس، فشو التحدي يا عبود؟ ماشي، انت مش لازم تمسكي هذا الكتاب، او مش لازم هلا يعني. اول شيء التحدي القوس حتكون سنه التحدي. ما بدي اقول لك كيف شفتي انت اصدقائك من برج العقرب بياثر عليهم زحل او ضغوطاته، بس احنا بنقول انه القوس يعني في زحل رح يجي، في توتر رح يجي، في ضغوطات هلا مش على مدى السنه كامله. الصيف رح يكون مريح اكثر، رح يكون في نفس اكثر، رح يكون في اجواء حلوه اكثر بين شهر 6 و9، فمولود القوس يركز كل همه على الصيف. اوكي، هلا زحل مش الكل، هلا ممكن في حدا بياثر عليه على العمل، في ناس بياثر عليه على العاطفه، في ناس بياثر عليه على الصحه، حسب وين الضعف. زحل زي الشرطي بيجي بيرتب السير بهالشارع، بعطي مخالفات، بيسحب سيارة واحدة معطل السير، يعني أي إشي بحياتك مش لازم أو مش لإلك بيروح. فمثلاً في ناس ممكن يتأثروا عاطفياً، ممكن ناس صحياً، ممكن ناس عملياً، رح يكونوا الأكثر تأثراً من مولد القوس مولد شهر 11، هم رح يتأثروا أكثر من باقي مولد العشرية الثانية أو الثالثة بوجود زحل ببرجهم. لكن في خبرية كمان منيحة لمولد القوس، إنه مش كل سنة ضغط ومشاكل، في عندك المشتري بالعذراء اللي هو ببيت العمل بأقل 4 أشهر رح يأثر على أوضاعك العملية بشكل إيجابي وبشكل ممتاز، رح يكون في عندك فرص عملية مهمة، في عندك أحداث رح تكون لصالحك أيضا مولود القوس بالنسبة للعمل، فحاول تركز على آخر 4 أشهر، خد أي فرصة بالنسبة لإلك بالنسبة للعمل رح تكون مفيدة وجيدة. هلا عاطفيا أجواء هادية رائعة، حتى الزهرة ما رح تيجي للقوس السنة للأسف يعني، هلا انت مش حيهمك الموضوع بس انا بحكي بشكل عام بالنسبه للي بهمهم بالنسبه للي بهمهم للاسف انه رح تيجي لبيت العاطف الزهره بين تقريبا 18/5 و5/6 خلال زيارتها لبرج الجوزاء تعطي عاطفه، لكن غير هيك الامور ناشفه عاطفيا، يعني الامور هاديه. ممكن كثير ينشغل مولود القوس باموره العمليه والشغلات الثانيه عن الامور العاطفيه، لكن بدي اقول له مولود القوس اهم شيء واهم نصيحة لكل حدا بزور زحل، دير بالك من الكآبة، دير بالك تتكبل إيديك، لأن زحل يعمل على تكبيل الأيدي والكآبة اللي ما إلها داعي، فهاي بده يبعد عنها مولود برج القوس خلال هاي السنة. طيب بعد القوس بيجي برج الجدي، والجدي بتقول له لا تغيير، فبرضو إيش لا تغيير؟ معناها استقرار ولا لا تغيير معناها يعني سلبي إلى حد ما بده يكون؟ هلا زي ما حكيت لك ما يسوى نو نيوز جود نيوز، يعني ما في قصص، ما في مشاكل، هذا إشي كتير يعني، انت تعيشي براحه، امورك العمليه ماشيه زي ما كانت، امورك العاطفيه ماشيه زي ما كانت، يعني هاديه. في كتير، في اكثر من كوكب لن يزور كوكب او لن يزور برج الجدي خلال هاي السنه.
مثلا زحل لا راح يأثر عليه لا سلبا ولا إيجابا، المشتري لا راح يأثر عليه لا سلبا ولا إيجابا، مين في كمان؟ الزهرة مش موجودة ببرجه ما راح تزوره أبدا، المريخ لن يزوره أبدا، عطارد لن يزوره أبدا، فراح نلاحظ مولود الجدي ما في لها داعي. أنت ما في يعني أول سنة مولود الجدي يهمل من جميع الكواكب، فبدنا نقول له عشان هيك ما في أي تغييرات، يعني أنا بكتب الجدي زيكت ما في شيء، لا تغيير لا تغيير، كل شهر نفس الثاني. بس هذا بعتبره إشي كتير منيح، حتى كسوف وخسوف كسوف الشمس وخسوف القمر ما راح أسهل عليه إلا يعني شغلات هيك محددة بيومين، فيعني مش هالإشي الفظيع صراحة المولود الجدي. بنحاول نقول له إنه هاي السنة لا تغيير لا أمور مهمة، حاول تستغل هيك الأجواء الجيدة بفترة والتالي، طبعا بتقدر تشوفها بالكتاب كتفصيل أكبر، لكن بشكل عام المولود الجدي راح تكون سنتك هادية ورايقة، واستغلها إذا بدك تعمل أي مشروع بتقدر، كمان في فترات مميزة ممكن تكون خصوصا بين 8-11 يعني آخر السنة بآخر شهرين ممكن تكون مميزة العمل، تعمل أي شيء في بدك فيها. أوكي طيب بما أنه يعني حسيت الجدي أكتر برج مرينا سريع. لأنه يصف على جنب للجدي، يعني إذا مثلا بالكتاب بالكتاب في كل برج مثلا خلينا نحكي 40 صفحة هو 25 صفحة بقول للجدي. طيب عامل له ديسكاونت السنة. حلو حلو الاستقرار، الاستقرار ما في أحسن من زحل ما يقرب علينا لسنة ولا سنتين. طيب البرج قبل الأخير هو الدلو، والدلو بنقول له انفراجات متتالية. حلو هلا الدلو رح يكون انفراجات كثير منيحة خلال هاي السنة مايس، خصوصا انه كمان خلال سنتين الماضيات كان في عنده الكثير من الضغوطات العملية، كثير منهم خسروا شغلهم، قعدوا بالبيت ما عملوا اللي بدهم اياه بالشغل، مولود الدلو كثير تعقدت قدامه. هلا السنة هاي رح يجي فرج كثير حلو، الا وهو انه زحل طلع من بيت العمل، طبعا الا فتره الصيف بنرجع من العيد، وخصوصا مواليد 16-18 هم الاكثر، او 14-18 اثنين راح يتاثروا بس بعوده خلال فتره الصيف، لكن خلال السنه راح تكون في تحسن عملي اكثر، راح يكون مريح اكثر مولود الدلو بعمله، ما في مشاكل عندهم بينه وبين رئيسه، فكعمل امن الهدوء. العاطفه مميزه، لا زالت العواطف والفرص العاطفيه والدخول بقفص الذهبي وعلاقه جديده متاحه لمولود الدلو نظرا لوجود المشتري ببيت العاطفه، وايضا الزهره ببرج الاسد لمده 3 أشهر، فراح يستمتع بسنه عاطفيه رائعه مولود الدلو، يعني حوالي 10 اشهر من الفرص العاطفيه من الفرص للدخول بالقفص الذهبي، يعني ما بيتزوج خلال هالسنه برج الدلو ما يرجعنا ولا يسالنا، لان هالسنه لانه هاي السنه لم تعوض، خصوصا لمواليد شهر 2، اذا بنقصد مواليد 1-18 هم الاكثر حظا بهاي الفرص. كمان حياته الاجتماعيه رح تكون مسليه مولود الدلو، في عنده العديد من الاحداث والاجواء الايجابيه دائما الحياه الاجتماعيه، العديد من المناسبات، اصدقائه رح يكثروا خلال هاي السنه، رح يكون مطلوب وله شعبيه عاليه. بالنظر للصحة أوضاعه عادية، ما في أي شيء ضده مولود الدلو صحيا، لكن دائما في لكل برج ميس أشهر أقل حظا فيها، فبدهم ينتبهوا بس بالأقل حظا أنهم يبتعدوا عن بس أتعاب نفسهم على الجهد الماء له فايدة، فلكن غير هيك أمور الدلو راح تكون مميزة وإيجابية وفيها العديد من الأحداث راح تكون لصالحه، وأهمها الحب والعاطف، فمولود الدلو آسفين يحاول يستغل هاي السنة كثير منيح. طيب انت حكيت عن الحوت، واخر الابراج معانا طبعا هو برج الحوت، وبنقول له حب على الطريق، يمكن الحب هو اللي راح يتصدر الحوت بالنسبه ل 2015. هلا انا اعطيت هاي نظره تفاؤل، هيك ندمت لما كتبت للجوزاء فشل عاطفي، فحاولت اعوضه بالحوت، لأن الحوت قلت له خلص يعني هو رح يجي إشي سلبي شوي بال 2015، لكن خلينا نعطيه هيك أول ما يخلق الكتاب يشوف والله في إشي حلو حب على الطريق، فهو رح يكون في حب على الطريق. ليش قلنا على الطريق مش سنة عاطفية؟ لأنه رح يبلش الحب من شهر 8، فرح يبلش يتعرف على ناس يدخل على حياته مولود برج الحوت ابتداء من شهر 1 أو 2 أو 3، يعني الشهر الجاي، فرح يكون في عنده أحداث إيجابية عن النطاق العاطفي، رح يكون في عنده حب جديد ارتباط، وخصوصا مواليد شهر 2 مواليد شهر شباط رح يكونوا مميزين بالأجواء العاطفية الحلوة خلال 2015. أيضا حياته الاجتماعية رح تخفف عنه الشغلات الثانية اللي هلأ رح نحكي عنها مايس، رح يكون في عنده حياة اجتماعية حلوة صاخبة جيدة خلال آخر 4 أشهر، وأيضا خلال شهر 7 على وجه التحديد، فرح يكون هيك شوي منشغل أو رح يخفف عنه العاطفة والأمور الاجتماعية الشغلات الثانية.
هلا شو الشغلات الثانية؟ مايس هي عبارة عن خلينا نحكي الأمور العملية، وجود زحل ببيت العمل خلال تقريبا طول السنة باستثناء الصيف رح يوتر أمور الحوت عمليا، بده يحذر مورد الحوت من أي قرار عملي ما يكون لمصلحته، يحاول يحذر عقاراته العملية، بلاش يصفي قاعد بالبيت بدون شغل. فطول بالك مورد الحوت، المال مرتبط بالعمل خلال هاي السنة، إذا أنت قاعد بالبيت ما في مصاري، إذا أنت ضليت محافظ على شغلك رح تكون في عندك مصاري وأوضاع إيجابية على الناحية المالية. صحيا الوضع هادي رايق، ما في عنده أي شيء مولود الحوت صحي، لكن منقول أنه ممكن ضغوطات العمل تخلي الوضع شوي يتوتر صحيا لفترات من التعب أو من الجهد العالي، لكن غير هيك الأمور بنحسها أنه مولود الحوت رح تكون إن شاء الله رايقة، ويركز على الحب. إذا ركز على الحب وهو ده اللي بيحبه دائما مولود الحوت، الأجواء رح تكون إن شاء الله أخف على النطاق العملي. بس دائما نصيحة، دير بالك على الشغل خلال 2015 ويتروى يعني باتخاذ القرارات. طيب إذن هذا هو الاستعراض اللي مرينا فيه لحتى نعطي يمكن نصائح إلى حد ما يعني لجميع الأبراج، وزي ما حكينا لكم إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن كل شهر بكل التفاصيل، أنا هلأ هيك قبل شوي مرقت عليه بشكل سريع عبود، فشفت أنه كل شهر، بس قلت إن شاء الله هلأ بس نطلع بفاصل رح نشوف بتفاصيل أكثر بكتاب التحدي، وأكيد هذا فرصة لكم إنكم تشوفوا. بدنا نشكر رؤية على السبونسر تبع الكتاب ودعمها دائما المتواصل لكل إنتاجات الموظفين، ومنها يعني شخصيا لي بكتابي 2015. أما هلأ رح نحكي عن توقعات للسنوات أو للسنة القادمة بعام 2015 من الناحية السياسية والأجواء بشكل عام، كيف رح تحل عام أو كيف رح يحل عام 2015 على العالم من كافة النواحي. وأكيد زي ما حكينا مع عبود شو الأجواء كتير حلوة على فكرة بالماريوت، صح؟ مريحة جدا، حلوة كتير، وحبيت الزينة الزينة، عايشين أجواء العيد، أجواء العيد بكافة حذافيره صراحة، يعني مشكرهم مرة تانية على يعني محظوظين إحنا أنه موجودين هلأ لنا لليوم بالضبط. طيب إذن عبود يعني زي ما حكينا بدنا نحكي هيك عن التوقعات بشكل عام عن الأجواء بالعالم، وأيضا رح نتطرق يعني للأجواء المحلية لأنه أكيد يعني أولا وآخرا بتهمنا الأردن، واللي إن شاء الله تكون سنة 2015 خير عليها. بس إذا بدنا نبلش بالعالم بمنظور عام وبشكل عام، كيف رح تكون الأجواء بالعالم بعام 2015؟ هلأ ميس إحنا بنسمي 2015 هي سنة كتير مغايرة، أو هي بتبلش العد من جديد لسنوات إن شاء الله بتكون سنوات مريحة وجيدة على العالم. هلأ إحنا بلجنا نشوف من 2009 في تراجع واضح أول إشي بالاقتصاد العالمي، بال 2009 و 2010 وبعديها كمل على الطائفية والإرهاب اللي بلش والتغيير والربيع العربي ب 2011 واللي كمل 12-13 وأيضا مستمر كان خلال السنة الماضية 2014. هلأ خلال 2015 هون في تغير كثير واضح، يعني إحنا لما دخلنا 2013 وأنا كتبت سنة المصير، بعدين جينا للأمل إنه طلعنا إنه أمل ننظر فيه لبعديها بسنة، منلاحظ إنه الأجواء خلال 2015 إن شاء الله بتكون أفضل. هلأ أفضل مش من جميع الاتجاهات، يعني ما راح نشيل هلأ من العالم من قمة التخبط لأقول سلام، هذا ما أكيد مش هيك راح ينتقل الموضوع بسرعة، لكن زي ما بتقولي أنت أو أي حدا درس رياضيات، في درس دائما بيكون في عندك up and down أو زي كيرف، أوكي؟ هلأ إحنا وصلنا للقاع بال2013 و2014 نظراً لوجود المريخ وزحل في العقرب، طبعاً المريخ دائماً يحكم برج العقرب، وكان هلأ زحل موجود ببرج العقرب خلال نهاية 2012-2013-2014، فهاي الفترات شهدت كتير توتر على النواحي السياسية والعالمية، وخصوصاً بلاد الشرق الأوسط اللي عانت من مشاكل عديدة بمصر أو بسوريا، لبنان، العراق، يعني في مختلف الاتجاهات. هلا بنحكي انه 2015 هتكون في تحرك، بما انه زحل طلع من العقرب صار بالقوس، في ارتياح، يعني هاي الخوف كنا من الحروب والدمار والكذا اللي كان متوقعين ب 2013 2014 وصار ببعض المدن بالشرق الاوسط، هون احنا بننتقل ل 2015 لشيء يكون مريح اكثر. هلا احنا خايفين بس من شغله اللي هو الصيف، الصيف انا عندي هيك فتره حرجه دائما، نظرا انه راح يكون زحل موجود أو رح يرجع لبرج العقرب، ورح يكون المشتري اللي زال في برج الأسد، يعني إذا بنقول إنه بين 13-6
و10 8 هي اصعب فترات السنه، واللي هي من المتوقع ان شاء الله. لا يعني الكل بتوقع انه يصير حروب، انا بقول لا ما بدي اتوقع يصير حروب، انا بدي اتفائل شيء خير انه ما يكون، بس هي اصعب فترات السنه ممكن يكون فيها حروب، وممكن ببلاد الشرق الاوسط في انه كدولتين قدام بعض انه يصير فيها الحروب، ممكن قريبين منا، ممكن بين كاسرائيل ولبنان يصير فيها الحروب، ممكن كبين دولتين تانيتين لسه مش عارفين، لكن الأوضاع متوترة. هلا الأوضاع المتوترة كالصيف نشيلها على جنب، من نقول إنه 2015 هي سنة تحدي للجميع، اللي بدنا إحنا نروح للأفضل. فخلال 2015 وجود زحل في القوس اللي هو يديره على المشتري، منروح للطائفية شوي، هي الطائفية رح تتغلغل شوي زيادة بال 2015، يعني رح يحكوا باسم الدين، رح يكونوا بأنهم يكونوا في نزعات طائفية، كانت هاي النزعات إلها خاص بالأمور الدينية، أو ممكن كمن وين الشخص موجود أو كدول، أو يعني المهم طائفية بشكل عام مش بس بخص الدين. فهون نحن ننتبه أنه هاي الطائفية مش رح تكون بس، أنه رح تستغرب أنه في دول الكل رح يستغرب منها أنه كيف صار هيك أو ليش رح يصير فيها هيك. ففي دول بأوروبا مثلا أو في شمال أمريكا رح يكون فيها ثورات، مش بس الشرق الأوسط، بالعالم العربي رح يكون فيه ثورات، لأن هناك رح يكون في شوية طائفية، ممكن بلشت بشمال أمريكا من 2014، ممكن تتغلغل خلال 2015 بشمال أمريكا وبعض الدول الأوروبية. منلاحظ أن روسيا وأوكرانيا كمان في شوية توتر زيادة خلال 2015، ممكن يكون خصوصا خلال فترة الشتاء وبداية فصل الربيع. إذا بدنا نروح على الشرق الأقصى، ممكن كمان نلاحظ أنه في توترات راح ترجع لحمام من جديد بشكل أقوى بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين راح يكون لها مفعول أو تفعيل أكبر بدورها بالعالم خلال 2015. فراح يكون شوية في هيك استغراب، راح تستغرب كثير من بعض الفترات. إذا بدي ألخص، هلا إحنا بلشنا بالسيء عشان نريح العالم، لأنه الناس دائما بتستنى السيء ما بتستنى الجيد، فلسه الجيد راح يعجبهم كثير. بس خلال 2015 في فترات سيئة راح تمر فيها. أول إشي خلال مبدئيا خسوف القمر ب4/4 راح يكون في فترة شوية، بالأسبوع الأول من شهر نيسان أبريل راح يكون في صعب، وضع صعب العالم بشكل عام. في فترة تانية راح تكون أيضا ب20/3 أثناء كسوف الشمس، لأن كل هذا إحنا بنحكي عن كسوف كلي وخسوف كلي. في عندي كمان ب13/9 وهذا المهم أيضا، كسوف الشمس ببرج العذراء 13/9 كمان رح يأثر شوي على العالم بشغلات مهمة خصوصا اللي علاقة بالاقتصاد والإشي اللي علاقة بالبلدان الكبرى. ننتقل لآخر إشي اللي هو بخسوف القمر أيضا ب28/9 رح يكون في كمان عندنا بعض التأثيرات. فبشكل عام صراحة ميس، هاي السنة ممكن يكون فيها فترات صعبة بس أخف من 2014 أو 2013. هلأ كشغلات تانية رح نحكي عنهم تباعا، رح نروح للأوضاع الجيدة، بكفي سيئة نحكي سيئة من نفائل العالم مبسوطين قاعدين بيشاهدونا يعني. هلأ الأوضاع الجيدة في اختلافات، هلأ بال 2009 لاحظتي مثلا الاقتصاد تراجع بشكل ملحوظ زي ما صار بدول الخليج بأمريكا، وخسرت البورصات العديد من النقاط خلال 2009 نظرا لوجود زحل ببرج العذراء اللي هو يدار من عطارد اللي هو بيدير عجلة الاقتصاد المال وأيضا الاتصالات. فوقتي هلأ خلال هاي السنة في آخر 4 أشهر رح يدخل المشتري لبرج العذراء اللي هو يدار من عطارد، فهو رح يصير إشي عكسي. يعني كيف كان عندنا اقتصاد متراجع بال 2009 وما إلى ذلك إلى هذه السنة 2014، 2015 راح تبلش في فترة جديدة، راح يكون الاقتصاد في ثورة في الاقتصاد، في تقدم بالاقتصاد بجميع الاتجاهات بمناطق متفرقة من العالم. ممكن نحكي إنه أكثر الدول راح تتأثر من الاقتصاد اللي هم اللي عندهم تاريخ استقلالهم بين 23/7 وحتى 22/9، فهدول راح يكون هم الأكثر تأثراً من الاقتصاد اللي راح ينمو خلال 2015. هلأ غير الاقتصاد وغير أنه راح يصير في كمان تحسن بالعملات الأجنبية والثروات والاقتصاد يرتاح يرجع زي بداية الألفينات، راح نقول كمان أنه في عن تراجع. يعني أنت بلشت تحس أنه في تراجع بأسعار النفط، في شوية ارتياح،
في هذا كله رح يأثر كمان 2015 رح يكون 2016. أحسن يعني رح يكون رح يكون أحسن على الشعب، رح يكون أحسن على العالم. بالإضافة غير الاقتصاد وهذا البهم بكثير من الدول ورجوع الوضع الطبيعي، احنا بنحكي انه في كمان ثورة في عالم الاتصالات وعالم المواصلات. بلشنا هيك بالفقر اللي قبل نحكي، حكيت لنا خصوصا عن مواقع التواصل الاجتماعي، بنقول على تويتر على فيسبوك وايضا الاتصالات، حكينا فايبر وواتساب وغيره، فشو هالثوره الجديده يعني اللي هلا ثوره فيه؟ انا ما بعرف، مش حاسمي لك يعني، انا مش مخترع شيء له علاقه بالاتصالات، ولكن ممكن اذا كيف انت تفاجأتي مثلا بال2007 بالفيسبوك وعمل ثورة لحد الآن بأمور التواصل مع العالم والسوشيال ميديا، وصارت السوشيال ميديا بكل سنة تتقدم. كمان بال2015 عندنا تقدم واسع وهائل على الاتصالات، في عندنا ممكن أساليب جديدة للتواصل للسوشيال ميديا، في أيضا عندنا تقدم في كيف أنك ممكن أنك كمان يصير عندك الموبايل فون، كيفية الاتصال مع العالم خارج منطقتك وخارج دولتك أفضل. كمان المواصلات رح تتحسن، ممكن ما تقتصر بس طيارة ترين سفينة وسيارة، ممكن يكون في عندك شغلات غريبة جديدة واختراعات جديدة، يعني في ثورات ورح تكون ثورات رائعة بالاتصالات وأي شيء له يخص هذا الموضوع، لكن كل هذا بآخر 4 أشهر من السنة رح الناس تحس فيه بالعالم إنه بلش إشي يتحسن، ومنها أهم شيء أكيد الاتصالات. طيب إذن هيك هون إحنا يعني زي ما حكينا أخذنا نظرة عامة عن العالم ولمحة عامة عن اللي رح يصير بالعالم ب2015، لكن إذا بنتحدث عن الأوضاع المحلية أكيد يعني العديد من الناس بيكونوا عم بترقبوا دائما الأفضل الإيجابية، الأوضاع المعيشية الاقتصادية السياسية بشكل عام، إذا بنحكي على الأردن تكون يعني دائما ضمن المستوى الأفضل لكل المواطنين مرتاحين، فكيف رح تقيم يعني وضع الأردن ب2015؟ هلا 2015 بالنسبه للاردن هي ما خلصت الفتره الصعبه، احنا موجودين هلا، احنا بغض النظر على الابراج احنا موجودين بمنطقه صعبه، هاي احنا لازم نعترف فيها، كان شو ما كان بالابراج احنا موجودين بمنطقه صعبه، هذا بجبرنا الاجواء الجغرافيه انه احنا نهتم فيها. فك 2015 احنا ما خلصنا لسه من التاثيرات السلبيه، لسه في عندنا تاثيرات سلبيه ورح تمتد خلال 2015 بس اهم من 2014 و2013. بالنسبه للاردن كانت اصعب شيء 2013 بظن، ما بنحكي اقتصاديا كامنيا او كاوضاع سياسيه، 2014 هذا تحسن، 2015 هذا تحسن اخر، بس احنا بنطلب من قاده الراي انه ما ياخذوا اي قرارات مهمه خلال فتره كسوف الشمس وخسوف القمر، نعيد لهم اياها مره ثانيه 20/3/4/4/13/9/28/9، هدول الاربع مواقع بدهم يهتموا انهم يبتعدوا عن القرارات المهمه خلال هاي الفتره. وايضا بدنا ننتبه انه احنا اذا بنحكي عن الطائفيه خلال 2015 ممكن يكون في زياده، احنا ما بنحكي على الاردن كطائفيه بس لازم يكون الحذر موجود. اقتصاديا الاجواء الاقتصاديه الى تراجع باول 6 أشهر، اوكي لتراجع باول 6 أشهر، بس في اخر 4 أشهر راح يكون ان شاء الله الاوضاع افضل اقتصاديا بالنسبه للاردن. ودائما بنحكي انه في الفترات الصعبه زي ما ذكرناهم هم بفتره الكسوف والخسوف، نبتعد عنهم، نبتعد عن قرارات خصوصا من اصحاب القرار. بدايه كنت عم تحكي عن موضوع النزاعات الطائفيه والسياسيه بشكل عام، واحنا يعني بكل العالم عم نعمل على محاربه الارهاب سواء باسم الاسلام او باسم مثلا اي دين اخر عم بحمل اسم الإرهاب وعم بيشوه الصورة الصحيحة للديانات السماوية بشكل عام، فوين رح يكون الإرهاب أكتر إشي بعام 2015؟ يعني هل رح يمتد أيضا إلى بعيد عن الدول العربية أو إلى خارج نطاق الدول العربية؟ هلأ كامتداد، هلأ أنت زي ما قلت لك رح تستغربي إنه رح يصير شغلات غريبة خلال 2015. هي تحدي، لما أقول لك أنت بموقف تحدي يعني بموقف مش سهل، لما تتحدي حدا فأنت قاعدة تتحدي، فأنا ما بقول لك الإرهاب رح يزيد، هو الإرهاب رح يتراجع. يعني 2015 زي ما حكينا مش زي 2013 2014، هيكون في أهدى بالمواضيع خصوصا بمنطقتنا اللي هي بنهتم فيها اللي منطقة الشرق الأوسط، فخلينا نحكي إنه الإرهاب يقاتل أكثر، بس إحنا في طائفية قاعدة تزداد،
الطائفية ما حكينا بس بالدين، هي بالعرق، ممكن من أي أنت دولة أنت ممكن تصير الطائفية، فهي رح تتفاجئ أنه سوف يتحول الإرهاب إلى ثورات، بس الثورات رح تتفاجئ أنه بمناطق مش موجودة أنت عندك. رح تتفاجئ بالمناطق أو متفاجئ سوري يعني مش من المناطق اللي أنت متعودة دائما أنك تسمعي فيها، يعني ممكن بأقصى شرق آسيا، بالمناطق المتقدمة، ببعض مناطق أوروبا، بشمال أمريكا ممكن يحدث هذا الإشي. وأيضا في قرارات، مثلا أنا أحكي لك شغلة، في قرارات مهمة ممكن تكون مثلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال بداية الشتاء راح تأثر، أو خلال نهاية الشتاء آسف، راح تأثر على بعض القرارات العالمية، وأيضا القرارات خلال داخل الشرق الأوسط راح تتفاجئ فيها. أيضا سوريا إن شاء الله والعراق إلى هدوء، في تغييرات كتير كبيرة. وأيضا خلينا نحكي أيضا على روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا إحنا حكينا بالبداية إنه في إلها تأثيرات كتير كبيرة، خصوصا التأثيرات السياسية، فراح يكون يرجع التوتر الروسي الأوكراني إلى الوجه مرة أخرى خلال 2015، وممكن يكون أكثر من 2014 لا نعلم، بس هي كان رح يكون بخلال هاي المنطقة أو بهذا الخط الطول هذا رح يكون في شوية نزاعات. مصر يعني وضعها صراحة ما بدنا نقول مقلق لكنه غير مستقر، الرؤساء رح يضلوا زي ما هم، بس في عندك شوية إشكاليات خلال 2015 هتترجم خلال نهاية فصل الشتاء، فصل الربيع وبداية الصيف. دائما نبعد عن الصيف بأي قرارات مهمة، أقام المسؤولين الأردنيين أو خارج الأردن، وأيضا بالصيف، هو الصيف اللي أنا دائما بنجزني قلبي منه بالصيف. وأيضا خلينا نحكي أنه الأجواء، يعني خلينا نحكي أستراليا، سمعنا قبل شوية فترة عنها، أستراليا كمان رح تكون تحت الضغط خلال 2015 مرة أخرى. طيب بما أنك بلشت تحكي هيك بشوية تفاصيل عن الدول، يعني سواء العربية أو الغربية، مين هي الدول اللي رح تكون تحت المطرقة بعام 2015؟ هلأ منلاحظ مثلا، خليني أقول لك أول شيء الجزائر، خلينا نبدأ من الغرب وننتهي بالشرق. الجزائر في بعض فترات هاي السنة رح تكون متوترة خصوصا في منتصفها، رح نكون كمان هلأ ليبيا يعني أوريدي هي موجودة تحت المطرقة ولا زالت الأوضاع فيها. مصر في إلها فترات بنهاية الشتاء وفصل الربيع لازم تنتبه كتير منيح على الأوضاع عندهم. منطقة الخليج العربي صراحة الحذر في البحرين، وأيضا الحذر في قطر، هذول البلدين كما راح يكون، أو مدينة البلدين راح يكون فيهم شوية توتر خلال فصل الربيع وبداية فصل الصيف. وذهابا إلى أفغانستان، باكستان، وأيضا الصين وكوريا الشمالية، يعني حتى أستراليا راح يكون فيها شوية توتر، أمريكا الشمالية كولايات المتحدة الأمريكية شوية توتر خلال 2015. طيب عبود، يعني ختاما أنا بدي أتشكرك، شكرا لك على التوقعات اللي قدمت لنا إياها، توقعات السياسية وحال الأردن. أيضا نرجع منقول الله يحمي الأردن، وإن شاء الله نضلنا مطمنين ونضلنا متمتعين براحة البال وبراحة الأمن والأمان إن شاء الله. بدي أتشكرك عبود. بشكرك مايس أيضا، وبحب النهاية نعايد على كل اللي بيشاهدونا واللي ما بيشاهدونا، وإن شاء الله يحفظ الأردن ملكا وشعبا وأيضا ترابا وأرضا. فيعني الأمن والأمان هذا اللي نتمتع فيه، فهو أحلى إشي صراحة، أحلى من كل عيد، صح ولا لا؟ عبود كل عام وانت بألف خير، واحنا طبعا هلأ بدنا نودعكم ونشكركم، نشكر متابعتكم لنا، وبرضو مرة تانية منعيد عليكم.